خوتي انا غندير معكم واحد شويه ديال الرغيف وغادي نشارك معكم كيفاش غندير اليوم. هنا درت كاس ديال الفينو وجوج كيسان ديال الرطب، وغندير فيهم واحد شويه الملح ها هي، وغندير فيهم خماره وغنعجنهم بالماء بارد. هانتوما كاس ديال الفينو، جوج كيسان ديال الرطب، الملحه، الخميره، وغنعجنهم بالماء بارد. جمعتها ولكن راه ما دلكت ما والو، عي جمعتها وخليتها. انا غندير واحد شويه الزيت هنا، شاده بيدو ندير الزيت هنا. علاش درت الزيت؟ باش ما تشدش ليا هنا العجينه في الميكا. انا غنمرمد داك الزيت وغنديرها حتى نبغي نطلقها ونوريها لك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي مزيان؟ جاوا وليداتي من المدرسه وغندير لكم فيديو جديد زوين انا وليداتي ان شاء الله باذن الله. فايق مع الستة. سلم على سيم واحد السيد، واحد الاخت كتلحم لك. واحد ودابا نسيم حنايا اليوم تغدينا، درنا الغدا تغدينا، وولدي بقى في الحال، بقى لي طنط كفته جديده. ايا راه كفته جديده هذيك فين؟ الكفته قديمه ديال الطاكوس. الى هي الطاكوس ديال البارح من البارح دابا حيدناه كليناه. عاد جبت لي شي الكفته وولدي بقى فيه طاكوس، غنديروا ليه اليوم، غيديروا الراس وغيصيب. هيا وسلسله خيط دابا انا شاده خوتي هذه من الفريكو، شوفوا انت شداها بحال شحال شداها حيت كاين ندير علاش ايوا انايا ما غاديش نشد لك موعد، نشوفوا الا بغات تحيد لي الميكا. واحد المخيمرات ديال تركيا غنديرو مع خوتي. انا الحريره راه ديجا مشاركه معاكم، ما راني وليت مشاهد ما نير، راه يضرك في عينيك، لما كانوش ديالك غيضرك في عينيك. صح رجلي بحال داك المشاهد اللي كيجلس في الطاوله، ماشي بحال اللي ستريكت. صافي يلاه سير جيب لي البطاطا نقيها لك وصيب لك انت، بغيتيش تاكل معانا نهائيا، بغيتي تاكل ولكن ما غديروش دابا تنقولنا. شنو ديري؟ الحريره صافي، ندير الحريره وغندير واحد الرغيفات ديال تركيا. تبعو كفته ماشي سوقك يزيد حيت اللي درنا بالورقه في البسطيله تعقلي. لا البطاطا والبيض من الداخل باش تسد لك، ما فيهاش الجلده لداخل. اختي انا غادي نمشي ننعس، هي اللي درتيها وني شي نمشي ننعس. هنا اختي انا درت حريرتي حريره، غادي يسرى غادي ندير هادو ديجا عجناهم انا اختي درت بصله غنطحنها، بصله هي غنطحنها. هنا خوتي شتي ما ديك العجينه اللي عجنت معاكم ما دلكتها ما والو، خليتها حتى طلقات وشديتها ومعكتها في البلاستيك. ها انت شوف تبغيتو الرغيف يجيكم هنا نشوف فرصه الطريق. انتما شوفوني شنو انا
كل رغيفه غنخرج منها. دابا انا تقول ندير الشمعه بيكوليني اللي فاهم عندي بيكوليني ولا كنمشيو كريم نو نو انت غتشوف هذه وحده خليتها كبيره كل وحده ندير ثلاثه انت غتشوف كيفاش علاش علاش هذه صغيره نكتب صغيره كيما عندك وفي خديتي الثاني صغيره وكبيره هذه ديجا لهنا نخليهم يرتاحوا شويه ملي درت غنخليهم يرتاحوا واحد شويه وغنرجع معاكم هنا خوتي انا غنبدا معاكم المسمن ديالي كتبغيت نديرو في المقله الساعه ما غنديروش في المقله ندير في الفران حنا هنا غادي نورق هذه غنورقها هكا ندير شويه الزبده ندير سبيسيال صافي وغنخليها هنايا نعاود نزيد واحده اخرى هي اللي طاحت لي الصينيه علاش باش تجينا تجينا العجينه مورقه واحد فوق واحد واحد فوق واحد هنا درنا حنا ثلاثه ديال الرغيفات انا نوريكم كيفاش غنديرها هنا ثلاثه واحد فوق لا ولكن غتزيد لي مقله اخرى غنديروا جوج فرا جوج فرنوات هذه نورقها مزيان ندهنها هنا غنطلقها هنايا هانتوما تشوفوني علاش طلقته هنا غتسخن الفران مصطفى شي كوانتو روبيتو هانتوما كويسو ما نو انكي كويسو قولي انكي كولو ليما هنا خوتي كوانتو فاتو 200 سوبر سوتو هنا انا درت البصله غندير ثلاثه نقسم هذا على ثلاثه هنا انا غنقول لكم شنو ندير باش ما نديرش اخوتي نحيد منها الماء anche questo devo accendere a 200 sì fai tutto in uno ما توصلوش حتى الاخر ندير معكم هادي باش ندير معكم حتى الاخرين هنا غندير الملحه شويه تروبي تشوفوا كوستي تاعي قوي يعني poi non va no no mettiamo qui uniamo il هنا خوتي بطاطا حتى هي غنقسمها وغنعصرها ما انتم شوفوا هذه بطاطا حتى هي مطحونه بحال البصله شتي هادو هما عزلتهم هنا هنا غنقسم حتى هاد الكفته على ثلاثه حتى حاجه ما طيبه نتوما ديروا القياس ديالكم قسموا على ثلاثه صافي ممكن ديروا الشامبينيون ممكن ديروا بزاف الحوايج خوتي باش كتجيكم حتى هو غندير فوق مليحه حيت البطاطا ما درتش فوق الملحه وغندير شويه ديال البزار باش ندير العطريه بزاف ندير شويه ديال
Zbda. كما لا بيتزا علاش قبيله درت الكبيره هذا البزار ميته كبيره الكوبيرتيو سي دابا فهمت نو كبيره غراندي كبيره اي فال كوبيرتيو كون كويلا كيود كولا لي تا هي غندير فيها انا خوتي شويه ديال الزعتر انا خوتي انا نسيت ما موجدش نسيت ما وجدتش موتزاريلا حيت حنا عندنا داكشي عشوائي نسيت ما وجدتش موتزاريلا انا ندير موتزاريلا ديالي هنا خوتي انا غندير موتزاريلا واعره شوف كي تجي دايره شتي هكا هنا الموتزاريلا ديالي غنحطها وهذه راه درت فيها سبيسيال هانتوما هاكا شوف لا كيزورة لا كيزورة قرب هنا مصطفى هاكا هاكا انا غادي بابا بيغالا un po' سي سي انا غادي نفتلها حيت الزيت مصطاب هنا كنعفط بالفرشيط كندير في الزيت باش ما تلصقش ليا جيب لي ماما بيضة سلام هاي بيسا شنو كوزا تشي دي كينو دي كارني موزاريلا كومو نا بيتزا بيتزا ماروكان لا بيتزا ماروكان poi li tagli fai così I compiti, abbiamo fatto tutti i compiti, amore? No. Come mai? No. E cosa facevamo prima? Tu? Prima stavo giocando. Bravo. Anch'io con i libri. Grazie! No, così. È una candenfia. Sfardillo. Hai messo il rosso più un po' di latte? Sì, sì, un po' di latte ci vuole. Arma. Ecco, anche l'altro forno ha raggiunto la temperatura. Chiudi, poi no. Questo va lì. Se vuoi mettere lì, bisogna usare le altre teglie. Ara lì, Yusra. Questo meglio, così va lì. C'è la carta. Sì, sì, però meglio qui. Tanto è uguale.
giorno facciamo lì. كلينا في بولي عقلتي واحد المسدود المسدود ديال الماطيشه ولا الموتزاريلا كي دايره هي بحال كبيره صغار ايوا صغار هذا شي كلشي خصو يتغسل يدمت كلشي كيديرها اوكي يلا سيري لا نشوف زيدي حكي هذيك حكي في الغليظه الغليظه ما تحكي نعم هيد نشوف ما تشوفيش هذه هنا شفت راه بيزيلا سي دا كولا نوفا ma quel shell lì si chiama Apollo no, non shell uno più giù ma non c'è Apollo come se vai da mia quello di là non di là non c'è niente Mustafa è lì che lo prendiamo lì fin da sì lì io dico lì quando faccio così dico lì Apollo ancora due Mustafa l'altra mi dice ma peggio però c'è il pimon c'è il har sì va bene ma non è così bello il har perché mi dice che ma mai è discutibile mi dice che mettiamo l'uovo nel herrera sì. Uovo? Sì, lo giriamo. Non è l'uovo. L'uovo, sì. La farina. La farina, poi mettiamo anche l'uovo così si mangia dentro. Non sapevo. Questa roba qui di chi è? Questa roba qui di chi è? Questa roba qui di chi è? Herertna. Ana kiعجبني فيها البيض. الرغيف اللي باقي ما سالاش سي دمي دم اوكي حريرتي حريره حريرتي حريره والسميتو مازال في الفران لا خصو يطيبو بالما حنا خوينا الحريره باش تبرد لينا الفوق الويفي ماما مازال هنا انتم اخوتي انا درت هيا وغندير فوقها موتزاريلا انتما دابا تشوفوا معايا هيا موتزاريلا راه مصطفى موتزاريلا حطها هنا شد ليا مصطفى شد هنا بحال البيتزا ليفين 4 così sappiamo giusto come fare per tutti صافي دخلها دابا الفران ندخلها الفران الفران خليه يذوب عدنا نشوف الاخرى درنا 4 درنا 4 خوت شتي تيار ديال الموتزاريلا وريهم كيدابزو وريهم لا مكيدابزوش راه كيدابزو مافهمتشي علاش جوج بغيو يهضروا معايا في نفس الوقت لا انا كنت كنهضر من الاولى يا انا دوي سمعت لا انا كنهضر هاي فاتو برافا سي سي هنا غندخل الدو فوقها موتزاريلا سي واو
بوطله لي سول لينيا ولكن ما شلناهاش ما نعرفش طايبه مصابه ولا لا. هنا خوتي بقى سخونه واو شكوره بونا شوفي الموتزاريلا متى مخليها in un vassoio così la mettiamo in tavola no no li mettiamo così ah li lasciamo così prendi l'altra خوتي انا يا ساليت عشايا وساليت شغلي للدراري ني جمعنا ديك الروينه قديناها عاونت انا صاتي جمعت معاها الماعن هي غسلت لي الماعن. هنا بنتي قرات لي شي كومونتير ل شي اش نقول لك بنياتي خواتاتي بحال بحال. انا كنشكر واحد البنيته قالت لي الانسانه الوحيده اللي جر خطرها وما كتسوق لتا واحد في اليوتيوب وعايشه حياتها هي وليداتها. انا نقول لك بنيتي شنو علاش عايشه حياتي انا وليداتي. انا بنيتي تجراحت وتكويت وطراو لي بزاف د الحوايج بنيتي وكنت انا من داك النوع اللي كان اجتماعيه وكنبغي نجمع ونبغي نمشي عند الناس ولكن الناس ما كاين الناس ما كتبغيكش كاين الناس كتكرهك كاين. انا تعلمتها بنيتي من هذا الشيء وانا شاده تقاري وما كنبغي نجبد حتى واحد ولكن ما كنعير حتى واحد وما نحقد على حتى واحد وعايشه حياتي انا ووليداتي. انا بغيت عائلتي اللي دايره بيا عندي وليداتي ورجلي عايشه انا وياهم بخير لا مشاكل لا صداع. بالنسبه لليوتيوب اللي بغى يغرق يغرق واللي بغى يشرق يشرق. انا ما تتعجبنيش المشاكل ولا نوض ندابز في اليوتيوب ولا نتعير ولا بحال داكشي اللي وقع لواحد السيده في اليوتيوب بدات كتعير الناس. شوفوا خوتي بالنسبه لا درتو لايك ودرتو ديزلايك ما كتنقص حتى حاجه من 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 السيد اللي كيدير اليوتيوب ولا السيده اللي كدير. راه ما تينقص والو خوتي. راه شوفي اللي شوف اخوتي اللي كيبغيكم تيبغيكم. باش انا نعيركم درتو ليا ديزلايك ولا نعيركم درتو ليا المهم لا نفرح ليا درتو اللايك لاحظوها فيا. انا ما عمرني ما تنبغيش نقول لكم وديروا اللايك عندك وديروا ديزلايك كانت ليا من الاولى ولكن انا كي اللايك كي ديزلايك ما عنديش مشكل. راه داك اللي دار ديزلايك راه تفرج فيك راه عندك فائده يتفرج فيك. داك اللي داير لك ديزلايك عندك فائده يتفرج فيك. كاع داك اللي ما دارش لا لايك لا ديزلايك كيتفرج فيك اختي. انسان ما ينوضش يعير واحد الانسان والانسان تنوضو تعيرو. مثلا انا دعيت على واحد الانسان دعيت على الناس راه دوك الدعاوى راه كيرجعوا راه تيرجعوا لماليهم. علاش ندعيو لواحد الانسان سير الله يعطيك والله يعطيك والله يعطيك وانا ما كنعرفوش. ندعي معاه بالخير سير اخويا كيما درتي ليا لايك ولا ديزلايك
الله يعاونك الله يسهل عليك صافي وتفاداو هادشي. المشاكل دابا هي عايشه في المشاكل تام مسكينه مسكينه ولا ماشي مسكينه داكشي شغلها وعيرت الناس اللي كيعير الناس بواحد المعيور ما خصوش يكون ثاني قاريه ولا ما قارياش واعيه ولا ما واعياش. بنادم راه كيعرف اش كيدير بنادم اللي كيعرف ياكل ويعرف يطيب ويعرف يدير وليداتو كيديهم المدرسه ويجيبهم راه كيعرف اخوتي اش يقول هذاك الشيء هذيك عيب باش يديروا الباز باش يديروا باش يتشهروا. ملي كتشوفوا المشاهده طاحت لهم كينوضوا يديروا هكاك باش ينوضوا يتشهروا. داك الشيء راه فلوس ديال اليوتيوب هذوك بحال الحرام. خاص الانسان يعيش بخير ويستسلم. انا خوتي ما كان ادي حد ما كياديني حد واللي اداني كنعرف الا جا قدامي كنجاوبو كنعطيه على شي دور. وما باش نوض نتعير في اليوتيوب لا خوتي انا ما نقدرش وما ما نقدر صراحه قال ما انا عيدك الرده اللي كنرد في اليوتيوب راه من وراها كنتاسف كنتاسف ولكن ضروري خوتي خصني نرد ما يمكنش ما نردش. هادشي اللي كاين وكنشكر واحد البنيته حتى هي قالت لي خالتي مزيان المراه اللي كتدافع على راسها. انا دافعت على راسي الى داك السيد دافت راسي وما جاوبنيش. كون جاوبني غندافع على راسي وكيعرفوني صحاباتي والناس كيعرفوني. كون انا كنت انا بحال راجل ما كنبغي نتعداش ما تنتعداش وما نبغيش اللي يتعدى عليا وكناخذ حقي لراسي. بالنسبه لهذاك السيد فات ماشي مشكل ما عنديش مشكل معاه مشى فحالو. انا عطيتو وما نكذبش عليكم اخوتي عطيتو بمعنى الكلمه باش يعرف حق المراه. هادشي اللي كاين وكنشكر الناس كاملين اللي تيشكروني وتيبغيوني وشكرا شكرا بزاف بزاف بزاف. كنشكركم كاملين وكنبغيكم كاملين وكنحماق عليكم كاملين. شكرا شكرا خوتي بارك الله فيكم والله يجازيكم بخير. ومرحبا مرحبا في قناتي واللي يبغيني مرحبا واللي ما يبغينيش مرحبا. وبسلام عليكم خوتي.